بسم الله الرحمن الرحيم. في كل المجتمعات التعليم هو أحد أركان بناء الهوية الوطنية لهذه المجتمعات، والشعب الفلسطيني بالذات هو يعتبر من أكثر المجتمعات اهتماما بهويته، كونه يصارع ويكافح الاحتلال الصهيوني الذي يريد أن يمحو هذه الهوية ويريد أن يتخطى كل عوامل تجمع الشعب الفلسطيني كشعب له حق تقرير مصيره وحق إقامة دولته على أرضه. الآن في مدينة القدس، نعم، هناك هجمة شرسة من قبل بلدية الاحتلال. تقوم هذه الهجمة على ضرب التعليم في المدينة. يريد الاحتلال أن يفرض روايته، يريد الاحتلال أن يفرض التاريخ الذي هو يراه، الذي هو ألفه، وأن يمحو كل تاريخ ينكر وجوده على هذه الأرض ويثبت أن الشعب الفلسطيني شعب عريق، شعب له جذور، له تاريخ في هذه الديار. الآن هناك هجمة في مدينة القدس على مناهج التعليم في مدينة القدس. هذه الهجمة كما قلت الهدف منها تغيير المناهج وفرض الرواية الصهيونية. لذلك نرى الشعب الفلسطيني وأهل مدينة القدس بالذات يتجمعون ويتكتلون دفاعا عن هويتهم، دفاعا عن حقهم في تعليم أبنائهم بالمنهاج الذي يرونه مناسبا، وفي تثبيت منظومة القيم والأخلاق والعادات والتقاليد والتاريخ والرواية الفلسطينية التي تثبتهم والتي استطاعوا من خلالها الحفاظ على هوية المدينة طيلة أيام الاحتلال. الآن الهجمة والحرب في أوجها، وهذه المعركة مستمرة، وأنا أرى أنها في النهاية ستكون بانتصار الشعب الفلسطيني بإذن الله.